اليوم إلى الفقرة الطبية اللي أنتم تنتظروها، وهي مثل ما يقولون تنفعكم وتنفعنا وتنفع كل المشاهدين. وصاروا ويانا بالأستوديو الدكتور عبد الحليم حسن، أخصائي الأمراض النفسية. واليوم موضوعنا حيكون يخص الأطفال، هي حالة التبول اللا إرادي وآثارها النفسية، وليش الطفل يصل إلى هذه الحالة. خلونا نشوف وياكم ليش. طبعا هواتف برنامج صباح سامراء مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم. نقول له صباح الخير دكتور. صباح الورد، حياك الله. شلونك دكتور، شخبارك؟ الله يسلمك، كيفك؟ منيحة ان شاء الله. دكتور، مثل ما ذكرت انه حالة التبول اللا إرادي عند الأطفال، احنا نريد نعرف اليوم هواية من الأهالي يصير عندهم هذه الحالة عند الأطفال، وقسم من عندهم يهملون هذا الموضوع، وأحيانا يعاقبون الطفل ويأذوه بدون ما يعرفون شنو الأسباب، أو بدون ما يخطر على بالهم يروحون إلى طبيب ويشوفون هذا الطفل ليش هو مو مثل بقية الأطفال، أو ليش تغير هذا الموضوع. ناس تعزي الموضوع، تقول له شرب سوائل بالبيت بالآخر بالبيت وبالليل، وشرب أكل احنا بالصيف نسميه الرقي، وهو أيضا من المدررات، أو شرب عصير هواية، ومثل ما يقولون تأنب الطفل. احنا نريد اليوم نعرف هل هذا الموضوع هو فيزيائي أو هو نفسي، شلون نعالج حالة التبول اللا إرادي عند الأطفال؟ طبعا مثل ما حكيتي أنه بالبداية أنه الأهل يعاقبوا الطفل وبيأنبوه، بالحقيقة الطفل ما بيتبول عن قصد، عن قصد إزعاج الأهل أو يعني إلى آخره يعني. فالعمل فالفعل غير إرادي، تبول لا إرادي. التبول لا إرادي عند الأطفال من الأمراض الشائعة بالطفولة، يعني خلينا نحكي أول شيء على مراحل إمتى بينضف الطفل بشكل طبيعي. طبعا بحدود 3 سنوات، بعمر 3 سنوات الطفل ببلش بيتحكم بمسارات البول خلال النهار. عادة أغلب الأطفال بعمر 3 سنوات ببلشوا بيتحكموا، ما بيبولوا على حالهم خلال النهار، بس بيضلوا بيبولوا على حالهم خلال الليل. هلأ بحدود بعمر 5 سنوات من المفروض أن الطفل ينظف وبيتحكم بالتبول تماما خلال الليل والنهار. ولكن في بعض الأطفال ما بيتحكموا ما بيتحكموا بالقدرة على التبول اللا إرادي، ونسبتها عالية بصراحة بعمر 5 سنوات، بنسبة توصل ل20%، وعمر 7 سنوات 10%، وهكذا. طبعا كل ما تقدم العمر كل ما خفت النسبة. طبعا عادة التبول اللا إرادي بيزول تلقائيا وبيشفى تلقائيا، نادرا ما توصل لفترة البلوغ اللي هي 1% من جميع الأطفال اللي كان عندهم تبول لا إرادي، واحد منهم بس بيستمر الآلية أو يستمر المرض لفترة البلوغ. احنا بنقسم التبول لا إرادي إلى قسمين، تبول لا إرادي الأولي وتبول لا إرادي الثانوي. تبول لا إرادي الأولي اللي هو الطفل ما نضف أبدا من طفولته لبعد عمر 5 سنوات. ما نضاف يعني انه انت ذكرت حضرتك انه ب3 سنوات يفترض انه ينضف، يعني خلال اليوم. اي ما نضاف بمعنى انه يبطلون تبطل الام تحط له، احنا نسميها الحفاظات، اللي هي بتكون بعمر صغير، يعني 3 سنوات يفترض انه يكون الطفل بعد ما يلبس حفاظه. تماما، بيتحكم الطفل بهذا العمر ببلش يتحكم بالتبول خلال النهار، يصير عنده تحكم واراده يقدر يقول. تماما تماما تماما. بس بعمر 5 سنوات اذا لاحظنا انه الطفل عنده مشكله يعني عم يتبول بالليل، وهون بدنا نبحث عن الاسباب. هلا التبول اللي حكينا على التبول الاولي والتبول الثانوي. التبول الثانوي انه الطفل نضف خلال الليل والنهار واستمر لفتره لا تقل عن 6 شهور هو نظيف، بيتحكم بالبول تماما، وبعدها رجعت الحاله، صار بالبول خلال الليل وخلال النهار. فهذا هو التبول الثانوي، خلال الليل والنهار. نعم، هذا بنسميه التبول الثانوي. طيب هلا بدنا نعرف شو الاسباب، يعني شو الاسباب الكامنه وراء تماما وراء التبول اللا ارادي.
اللي في كثير من العوامل اللي تلعب دور بالتبول لا ارادي. انا عاده لما بسال الاهل اللي بيجيبوا الطفل اللي عنده تبول لا ارادي بسالهم انه حدا منكم كان بيتبول على حاله وهو صغير او طول لنظف الطفل؟ عادة بيكون أحد الأبوين كان عنده، يعني يا الأب يا الأم. عادة ليش دكتور لها علاقة بالعوامل الوراثية؟ يعني بيكون أحد الأبوين، يعني نص المرضى، يعني نص الأطفال بيكون أحد الأبوين عادة مصاب بالتبول لا إرادي. عادة بيكون الذكر، يعني الأب عادة بيكون الأب المصاب بالتبول لا إرادي. باقي الأسباب ممكن سفر احد الابوين، مثلا الاب بيسافر بيترك اولاده لفتره طويله، بتكون هاي احد الاسباب، او تغير البيئه، انتقال من مكان للثاني، انتقال الطفل للمدرسه، او بلش يروح الروضه او على المدرسه، انتقل لبيئه جديده، شجارات وخلافات المستمره بين الابوين، الى اخره من الاسباب. طبعا عاده التبول غير ارادي غالبا نفسية المنشأ بس، ولكن بنبلش بالاستقصاءات. مع ذلك بنبلش بالاستقصاءات، نعمل فحص للبول نفسيا، يعني هو تقريبا تماما الغالب هو نفسي، ولكن نعمل فحص بول نتأكد انه ما في اي انتان او التهاب المسالك البولية، نعمل ايكو للمثانة عشان ننفي وجود اي تشوه خلقي بالمثانة او بالطرق البولية السفلية. نعم. عادة نسبة الذكور اللي بتبولوا حاله أكثر من الإناث، الإناث أكثر تحكم بالتبول من الذكور. من الأسباب الثانية اللي يعتقد أنه هي السبب الرئيسي بالتبول لا إرادي هو عدم تطور أو عدم نضج تطور جدار المثانة خلال مرحلة الطفولة. وبناء عليها، بناء على هالمشكله انه هذا سبب مثل ما نقول احنا فسيولوجي تقريبا. تماما. فاحنا خلال العلاج احنا بنركز على النقطه بالذات اللي هي رح تكون المفتاح الرئيسي بالحل والعلاج. هاي دكتور يعني معناته هو الموضوع نفسي بحت. نفسي بحت. نعم. الخوف اللي يتعرض له الطفل خلال النهار. نعم. او مثلا الافلام المرعبه. تمام. اللي الطفل يقعد يتفرجها. نعم. مع اهله بدون مراقبه، او حتى الاخبار اللي كلها خوف ورعب وارهاب اللي ايضا الطفل ده يقعد يتفرجها مع اهله بدون ما ينتبهون الاهل، والتهديدات ايضا اللي يتهددها الطفل خلال اليوم سواء من المدرسه مثلا. احنا نقول هذا بعمر بعد ممكن خلينا نقول اكو حالات تصير 6 سنوات. نعم. اكو حالات 7 سنوات خصوصا. نعم. اول ما يبدا الطفل يدخل مدرسه. صحيح. حاله رعب وخوف عند الطفل من انه شلون يروح المدرسه وشلون يترك بيته ويترك اهله. تمام. واكو يعني قسم من المعلمين والمعلمات اسلوب التهديد والرعب هو اللي يعني تبعوه تستمر وتستمر، اي خلي هاي المشكله تستمر عند الطفل. تماما. فهي المدرسه بتحبب الطفل بالدراسه والتعليم، او بالعكس بتاثر عليه بشكل سلبي. يعني هاي من ناحيه، اكو ناحيه هاي اذا بالليل دكتور هذا الموضوع يطلع تحديدا بالليل الطفل يصير عنده حاله التبول اللا ارادي. عاده بيكون بالليل. خلال النهار بتكون اذا حدث خلال النهار فبيكون مشكله ثانيه بسبب التهابات طرق بوليه، بس عاده بتكون بالليل التبول اللا ارادي عاده. ليش بالليل؟ ليش بالليل؟ هلا بدنا نحكي انه خلال الليل بيكون كميه السوائل اللي بتدخل على المثانه كبيره، والجدار المثانه ما هو متعود على تحمل هالكميه من البول. فبالتالي بصير تفرغ او تبول لا ارادي. هون ليش بالليل؟ هاي هي المشكله. بالنهار بيكون واعي انه بلش في عندنا مشكله من مستوى الدماغ لمستوى الاعصاب لمستوى جدار المثانه، لعدم تنسيق بين الدماغ والاعصاب وجدار المثانه ومعصره المثانه او معصره البول. فخلال النهار بيكون واعي لهالعمليه، الدماغ بيكون مسيطر، اما بالليل فبيكون في قصور بهذا العمل. فاحنا بنشتغل على هذا المبدا، ليش بالليل؟ بنشتغل عليها. يعني دكتور هي حالة التبول هي إعاز من الدماغ
الانسان لما يكون واعي هي احدى الاعازات اللي ياخذها الجسم من الدماغ. تماما. وبالليل لما ينام الانسان الدماغ يعني شنو يكون بحاله اجازه؟ ما بيكون بحاله اجازه، بس عندنا في ان الضعف ضعف بهذا الطريق من الدماغ للاعصاب للجدار المثاني لمسره البول، في مشكله بهذا، في او ضعف اداء، خلينا نسميه ضعف اداء خلال الليل. مثل ما قلنا انه الاهل دائما يقولون لابنهم بالتواليت المدرسه يعني مو نظيف، لا تحاول تفوت تواليت المدرسه. فهذا الطفل مثل ما يقولون يبقى يعني ضاغط على نفسه وهو يريد يروح يتبول، واخر شيء يصير مثل العاده عنده يروح يعني مثل ما يقولون احنا يتبول على نفسه او على ملابسه، وطبعا يتعرض للسخريه من اصدقائه، وايضا تانيب من المدرسه اللي ما انتبهت، ومثل ما يقولون غيرها من هذه المخلفات اللي ترتب عليها هذا الموضوع. نعم. طبعا الفكره اللي بتحكي عنها، يعني احنا عم نحكي على مدرسه، يعني المدرسه المفترض يكون على درجه عاليه من الرعايه والدرايه بمشاكل الاطفال او لهذا الموقف بالذات، يعني او النظافه الى اخره. فالمفترض انه المدرسه تكون نظيفه، يعني مفترض انه تكون الحمامات كلها نظيفه، مفترض انه المدرس يحكي للطلاب انه اذا حسيت حالك بدك تبول ينبه، يحكيها بشكل صريح لكل الطلاب، امام كل الطلاب، انه اذا حدا احتاج للتبول فممكن يطلع يتبول لما بحس حاله محصور بالبول. هاي بالنسبة للمدرسة. احنا خلينا نكون احنا مسيطرين على اطفالنا من ناحية التربية بالبيت، خلينا احنا كأهالي كمشاهدين انه شلون ممكن يتخلص الطفل من هذه مثل ما يقولون الحالة اللي هي تأذي الطفل نفسيا وتأذي الأهالي. يعني هي مو هينة، يعني انه اللي عندها طفل واثنين ويصير بعدين مثلا الصغير يتعلم من اللي اكبر منه وتصير عنده عادي الامور، يعني طبيعي. هلا طبعا حكينا ببداية الحديث انه احنا ما بصير نأنب الطفل، ما بصير نوبخه، لانه هالعملية بتخلق عنده شيء من النقص او شعور بالدونيه، وما بيصير نقارنه مع اخواته انه اخوك نظف ابكر منك وانت تاخرت لتنظف، يعني شو هذا، او تضربه الى اخره. بالعكس راح تكون معتدل، ما تتكلم باي شيء، بالعكس تشجع الطفل انه تبولت هلا وهلا بدنا نروح الحمام، بدنا نغير ملابسك. والطفل لازم يساعد امه بهالعمليه، يعني بالاستحمام مثلا يشيل الشرشف يروح الحمام ويجهز ملابسه ويساعد الوالده بتنظيف ذاته. بعدين بيرجع للفرشه وبعدين ينام. طبعا طريقه بالنسبه لطرق العلاج، طرق علاج التبول اللا إرادي، احنا بنعتمد على العلاج السلوكي اللي هو الفعال. العلاج السلوكي، العلاج السلوكي هو فعال اكثر من العلاج الدوائي بالحقيقه. المبدا انه بعد فتره الظهيره، خلينا نحكي من عصر وطالع، يبلش اهل الطفل يخففوا من السوائل اللي يشربها الطفل لفتره المغرب بس تغيب الشمس، من بعد العصر يعني. تماما. بعد المغرب وطالع تمنع عنه سوائل، تمنع عنه سوائل تماما، الا اذا كان بحال مثلا عطشان جدا جدا ممكن تعطيه كاسه مي صغيره بحيث انه ينشف ريقه. طبعا وكل ساعه لازم الطفل يطلع الحمام، يعني اذا بلشت من الساعه 6، اذا غربت الشمس، اذا غابت الشمس الساعه 6 المساء الى ان يصير وقت نومه. تماما. فيها الساعه 6 راحت الشمس، الساعه 7 بيطلع الحمام من دربه، الساعه 8 بيطلع الحمام، الساعه 9 بيطلع الحمام، الساعه 10 بيطلع الحمام. في اولاد بيسهروا طبعا لا حتى ما ينام الطفل. هذا من جهه. من الجهه الثانيه انه احنا ما بيصير نحط بلاستيك او شرشف بلاستيك تحت فرشة الطفل نهائيا. ليش؟ شرشف عادي ما لا تأثير سلبي، ما له تأثير إيجابي بصراحة. بالعكس احنا بنعطيه الثقة للطفل انه هو ما راح يتبول على حاله. يعني احنا بنوجه رسالة ضمنية للطفل انه هو ما راح يتبول على حاله. احنا بدنا نشيل الشرشف البلاستيك نحط عليه شرشف عادي او فرش عادي. تمام. يعني عزز الثقة عنده بنفسه. تماما. بزيد الثقة عنده بنفسه.
هلا كل يوم على هذا النمط، كل يوم على هذا النمط ما عمره هذا دكتور عفوا من بعد الثلاث سنوات هذا السلوكيات لا 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 لا, لا لا بعد الخمس سنوات بعد الخمس سنوات لانه بعد الخمس سنوات يستمر فهو صار فتنه بالتبول لا ارادي يعني فتنه بالمرض، اما قبل لا طبعا يوم احنا عاده نحدد يوم من الايام، يوم من الايام مسميه يوم الحشر اللي هو مثلا نختار يوم الجمعه عاده الطفل ما يكون عنده مدرسه او اي شيء نمنع من التبول لمده 4 ساعات مثلا من الساعه 12 ظهر للساعه 4 مساء يمنع التبول نهائيا. نمنع التبول عند الطفل؟ نمنع التبول لمده 4 ساعات اجباري يعني؟ مع شرب الماء، نعم مع شرب الماء اجباري مع شرب الماء بهالفتره. نمنع من التبول القصد من عدها؟ طيب هلا القصد انه حجم المسانين بيكبر تكون قادره على تحمل كميه اكبر من البول تمام وبالتالي بتتعود انه تمتلي بالليل نعم وما تتقلص وما يطلع البول لبرا يعني ندرب المثانه ندرب على المثانه انه يكبر حجمها تستوعب سوائل اكثر تماما. فاحنا بهالعمليه احنا بننظم مثل ما حكينا خلال الليل، ليش خلال الليل؟ احنا بنحاول نطور العلاقه ما بين الدماغ والاعصاب والمثانه والمسره. في جدول الثواب جدول الثواب طبعا بنحط جدول الثواب على الحيط وبنحط الايام فاليوم اللي ما تبول فيه طفل نحط له نجمه نجمه صفراء مثلا يوم اللي بول فيه نحط له نجمه مثلا سوداء تمام مثل الاسلوب اللي بيستخدموه بالمدرسه يعني المكافآت او الثواب او يعني نشجعه تماما هو المبدا واخر جميل حلو واحنا بنوعد الطفل انه باخر اسبوع اذا كان عدد مرات لا تبول اكثر من عدد مرات تبول فراح نعطيه جائزه وطبعا لازم نكافئ الطفل او مثل ما وعدنا بدنا نعطيه نكون صادقين اكيد بكون صادقين اكيد نعم بالاستمرار الاهل استمرار الأهل بهالطريقة الحقيقة الأغلبية بتشفى ولكن الخلل بالأهل الخلل إنه الأهل بيهملوا متابعة الطفل إنه خلاص بلش فترة العلاج يعني أنت فترة شهر لشهرين ابنك راح يطيب إذا استمرينا بهذا النموذج بس عادة الأهل بيهملوا النقطة طيب هو الموضوع نفسي بحت يعني تماما. الفكرة الثانية أو النمط العلاج الثاني اللي هو السرير سرير سرير مع الجرس اللي هو بسرير مجهز بجرس معين وبنخلي الطفل ينام على هذا السرير اللي هو الجرس بس يصير حالة تبول يرن الجرس تماما فيبرن الجرس بفيق الولد يكون تحكم بوله بوقته في تمام بيطلع الحمام بروح بيتبول وبيرجع تمام. فهالاسلوبين احد الاسلوبين طبعا هذا الدكتور هذا السرير موجود متوفر يعني هذا الجهاز كان متوفر بعض الاماكن هو الجرس يرن لما يتبول الطفل لما يوصل البول او اي ماده مثلا اي ماده حتى لو كانت ما يتبول مجرد ما وصل على السرير بيرن الجرس بيستيقظ الطفل على الرنه وبيحبس بوله بيروح الحمام يتبول وبيرجع حلو جميل معلومات جميله جدا ومثل ما ذكرت دكتور انه هي تعتمد على تربيه الاهل هو مو صوته للطفل هي سلوكيات الاهل لا هو ما شلون يتقبلون الموضوع ما نقصد نعم. حتى نعاقبه هني بيعاقبوا الطفل فالطفل ما بيقصد بيتبول نعم. ما بيقصد تبول بغرض ازعاج الاهل او مجاكره الاهل اذا هي تعتمد على ثقافه ووعي نعم. الاهل نعم. وتداركهم لهذا الموضوع نعم. يوم قبل نعم. واذا نعم. ما يعرفون الاهل يلجؤون الى طبيب المختص ومثل حضرتك توجههم ونرجع نعم. نقول هو الموضوع موضوع نفسي وموضوع مهم وكل يمكن الاهالي معانين من هذا الموضوع والعلاج سهل جدا والعلاج سهل وبسيط مثل ما سمعت مشاهدينا دكتور عبد الحليم شكرا جزيلا للمعلومات اللي قدمتها وشكرا لتواجدك ويانا اكيد نورتنا وشرفتنا الله يسلمك بارك شكرا الله دكتور. اذا مشاهدينا اتمنى انه اليوم استفدتوا من كل الفقرات اللي قدمناها واستفدتوا من الفقره الطبيه اللي تهم اطفالنا حبايبنا والى هنا للاسف ينتهي الوقت المحدد لبرنامج صباح سامراء ودائما الوقت الجميل يمضي وياكم بسرعة احنا ما نحس شلون تخلص هذه الساعتين الحقيقة واتمنى نكون احنا دائما ضيوف خفيفين الظل عندكم ببيوتكم.